ما الذي يميز خدمة يسوع المسيح؟ وكيف أثر على السامعين في تلك الأيام؟ من كفر نحوم سأتكلم عن خدمة يسوع المسيح، ابقوا معي. من كفر نحوم رح أتكلم عن خدمة يسوع المسيح. كفر نحوم تعتبر وطن المسيح الثاني، وأنا موجود في هذا المجمع مبني على المجمع القديم اللي وقف عليه يسوع. هذا المجمع من أواخر القرن الرابع أو القرن الخامس، مبني على الأصل اللي هو الحجارة البازلتية السوداء اللي وقف يسوع وعلم من هذا المكان. هذا المجمع يعتبر واحد من الاكتشافات المهمة للمجامع في الجليل، وأيضاً اكتشفوا بيت بطرس اللي هو خلفه. في هذه الحلقة رح أركز على خدمة يسوع المسيح ولا سيما التي كانت في الجليل. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.